روزرز تيست دي اسمها ايه روزرز تيست ماشي ديت علشان نشوف اذا كان في كيتون بوديز موجوده في اللحمه ولا لا. هناخد مثلا ايه 5 مللي ولا 5 مللي او 10 مللي مهما كانت الكميه. انت حطيت كميه يعني دي حطيت مثلا تلت هتحط تلتين ميه ده. لا مش ده يعني انت بتزود يعني مثلا انت بتزود تلت عن دي يعني بتحط مية قد دي مرة وتلت ماشي فاهم بس بعد كده بنحط الكنفل من الروزرز باودر ماشي هذا اسمه بعد كده هنشوف الكولر اللي هيطلع لنا.